حدث اليوم حدث كبير، الأعياد الوطنية في الكويت من الرموز من الأيام اللي كلنا نفتخر فيها. بداية أوجه اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه وسمو ولي العهد الله يطول بعمره وكل من يتنفس حب لهذا الوطن الحلو. حالي حال كل فنان، يعني اليوم الهوى اللي يتنفسه الجمهور، انا فنان جمهور، انا يعني اتنفس حب الجمهور واتنفس اللقاء معهم. انا كل ما ليك جديد ان شاء الله، في اعمال جديده ان شاء الله قريبا، في احتفالات سواء كانت في الكويت او البحرين وفي دبي وفي مصر ان شاء الله، في اعمال فنيه سواء كانت على الصعيد السينمائي وفي على الصعيد الاغاني المنفرده كذلك قريبا ان شاء الله.